مسكينة ورقد مسكينة أنا كتشوفة أيام أبني وحكاها وأنا يا هدام الدورتين وعن ذي بلن قال إن أنت اعتبرتين الله يكتاي إن الشباب قاعد كله فنه أبني بيك هذا بيك الإسرائيلي ولقي أنا مدافع تمام سنة أيا لقيتشو الحين اللي قال نظام دولي وكشوف بيني ولما سنة ضاعت ولقي منا مغل منا أرك وف آدم يا أو حكومة ولمك هرشة بالحكومة كقشعر ولقي مارك مرة بين دعاية يلا كيف هو عن سؤالكم انت اهدان كبير وحان ربا سكوبا انا اديوك الشيبو وحيابها لقفر تقيي امال الدي ديهي وادقال كفيستو الشباب للقرية هدي الله ادمنا عيد ماضي صفكو خروا اما فرن الله يستي هل كان يتوين كسو تصالي دولة هدى ايتوبيا عيد ماضي الحدود دي جوبان وانا هم قليا انا قول الدور كينا الله يمانينا هدي الله يدمنا فور مرهان استعمالني وأن كل سنة نستعمل دونا أو وليبا أن سيهور مرنا هدى الله وحال ما قتان كأيو شغوي كسعودنا وادقرا نيسانة أنو العدا وحكب يمتشيني شغا شبابا يا خي هدى أن تاريخ ده وحي يردب ديوك عليه بشي أبريل مركي شركي نيروبي عن كشور لابطي اي ان بلدويني متقروك بلدويني ديار ذا شير جلائي ذا قبطي وحنا نباق قدر يدد كثير إيران إلي شيري سوي بادان طبعا كبش الجون قدام بيسا إيا اللباتن كبش الجولاي وهو الرئيسا صدن كاما الموضي شير لي سوي بادان وصدن كهدا ان كتشنو ما يديك ولا أرتا لحية تبقى بشي جو سنة كي تجي مركان مقالة بالوين كان ببحينه عن شباب كدولين إن شك كان لوسو شك كان إيه كسر دماغه قرشة قرشة عندك كم يدري هاي سببتو تاي كون سقال بقول نحن كي مركي حرية دلقاتي وحالا لسي حكومتكم بالقارة وحال سنة دات كان فرد ما لقا قاد حداد غينون كا أخرسين قفكي أركي دستور كا قفكي أركي لما قولا صحيح لي وقول كهيران إيه هرقيسة سببت الله صحيح وانا ما لي تاسي كرسي قبل ما لي تاسي تبشى قبل تبشى جبت ما لي تاسي وامرها ده هافر قبل لحد سنة قبل دوي إلا ما لي تاسي ده تبشى جبت أنا قايل إن لو حساب تبى ما لي ولبا إن أنا قايل حساب تبى وين محله وقصبه وحان ديارنا هنا الحساب تنو وحان ديارنا هاي كوا لو حساب تما انا وين انا نقول وحان ديارنا هنا الحقامين اللي ما دي هدي الهي ادمو وحان اسكو ديا ان الحقامين اللي ما دو ان ان دي كهوس بخيو دلدها قاركود اي ايدين بهدلي ان ان دي كهوس بخيو نفتينا بحر ودغني ويلال بدنا وا بدن جيران وحان ربا آداد ما سنتين وحان ربا هلكا وحكما غن خير الصومالي يضع قول كانت تقل وانا حد يشيد في سيدي نكي أولاقا هاي لما دون كان يقول كيف هو الشيء وحان ربا دف كائنا دونه إن الله فريسانه إن الله يرده إن الله حوضا نسانه
golo baarlamaan way loo dhiman yahay golo baarki way loo dhiman yahay dadka waxa laga yaabaa qaar in leh in cali sheeteen inuu toro ma soo jiiray doonaa oo ma meel kale uska qaban doonaa maalintan badweyne ka anbabaxaynaan shabaab aadayna waxaan idin cadaynayaa shabaab inaan uun iska layno xikmaddu ma ahayn xikmaddu meesha haddaan joognayahay halkaan aan soo socono dadka meelaha maqan ee reer hiiraan waxaan baaq u diraynaa waa u dalbaynaa inaan la fadhiisanaan diyaar u nahay inay dhismaha wax ka galaanaan diyaar u nahay inay talshaanaan diyaar u nahay soo dhawaadaan leenahay waana keenaynaa haddii alla idmo waxaan idinka codsanayaa inta mudada daabkeeda la isku dhiibo inaan laysla dayn waxaan idinka codsanayaa inaad nala shaqaysaan oo security-ga nagala shaqaysaan oo dhismaha nagala shaqaysaan oo horumarka nagala shaqaysaan intii aad hore noola soo shaqaysaan waa idinka mahadcelinaya gabdhaha hadda halka fadhiya iyo raggaba qaybo badan oo xuduudda hiiraan meel ka baxsan annagoo ka faltama inaa noogu yimid ayaa jira oo hadda indhahaygu hayaan xuduudda hiiraan meel ka baxsan annagoo ka faltamayna kuwa noo yimid oo naga daba yimid oo iyaga xoolo wado adab kale wado cunto wada naga daba keena hadda goobta wax ka fadhiya waa idinka mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba laakiin kow ma joogtaan leeyaa kow ma joogto waxaan halkii ku soo xelayaa phase two baa bilaabanaya si la xaalle oo mugle inaan uga qayb galnana waa rabnaa waxaad igu ogtihiin inta nafti igu jirto taa ka dhula oo deegaanka aad ka soo jeedaana inta shabaab joogo waa hiiraan deegaanka markaan leh inta shabaab joogo inuuna ku nasan oo aan ka bixinaa igu ballana haddii allay waxaa kaloo igu ballana haddaan ilaahay ka helo inta gabar soomaaliyeed asaay qaadayso oo canug sakiir oo soomaaliyeed agoontoobayo soomaaliya shabaab inaanaan uga aadno mar labaad iyo mar saddexaadaan idiin mahadcelinayaa. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.